معانا على التليفون سيادة النائب مصطفى بكري، طبعا الكاتب الصحفي الكبير وطبعا عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية. اهلا بيك يا استاذ مصطفى. اهلا استاذ يوسف، اهلا وسهلا. ده يوم حلو ورائع جدا يا استاذ مصطفى كما هو باديا على الشاشة. انا عايز اقول لك اليوم ده ما تمش بين يوم وليلة، لكن الحقيقة جهد على مدى الايام الماضيه للشيخ ابراهيم العرجاني والكابتن عصام وجمهور عريض من الشخصيات والرموز في كافه المحافظات وخصوصا محافظه سيناء. فالحقيقه كان اليوم هو تتويج لجهد ايام طوال كنا نعمل فيها سويا من اجل ان نجد يعني هذا اليوم ليفرح اهالي سيناء وليمثل خطوه مهمه في توحيد القبائل العربية. طب ده كلام بقى مهم جدا، مدى أهمية هذه الخطوة في توحيد القبائل العربية؟ وعاوزين نتكلم كمان على المدينة أو مدينة السيسي اللي اتكلم عنها المهندس إبراهيم. يعني أولا حقيقة مسألة مهمة جدا كانت مطروحة في الفترة الماضية، كيف السبيل إلى توحيد القبائل العربية. طبعا جرت محاولات سابقة، ولكن الحقيقة يمكن الشيخ إبراهيم ضمن مجموعة محدودة فكروا في توحيد القبائل العربية. ليس بمنطق أن القبائل كيان مستقل، ولكن هي جزء من الوطن، كلنا مصريون، ولكن كل يعتز بانتمائه العائلي والقبلي بالأساس. كان الهدف هو التجميع والوحدة، وده أمر مهم لأي فئة وطنية أو اجتماعية. اثنين، تم الاتفاق منذ البداية على أن الأيديولوجية الوحيدة اللي بتحكم عمل هذا الاتحاد هي الأيديولوجية الوطنية، الأيديولوجية الوطنية اللي دايما بتحض على الانتماء، بتحض على دعم مؤسسات الدولة، مواجهة التحديات، مواجهة حروب الجيل الرابع من شائعات وأكاذيب وفتن. ومن ثم فيمكن القول وما تضمنه هذا البيان اليوم انه احنا مش بديل للأحزاب السياسية ولا حتى القوى المجتمعية الموجودة، بالعكس نحن إطار تنظيمي يمد يده للتعاون مع الجميع على قاعدة مواجهة التحديات، على قاعدة حماية كيان الدولة المصرية، على قاعدة الدفاع عن الثوابت الوطنية، الدفاع عن المشروع الوطني للرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمهورية الجديدة التي تحدث عنها الرئيس أكثر من مرة والتي تمثل انطلاقة جديدة في مهمة العمل الوطني المصري. احنا زي ما احنا شايفين البلاد بتواجه تحديات جسام طبعا، ويمكن واحد من التحديات الكبرى هي قضية التهجير لأشقائنا الفلسطينيين اللي حضر منها السيد الرئيس في البداية وقال انه احنا سنرفض التهجير ولن نقبل به ولن نسمح به وبنعتبر حدودنا خط احمر ولن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر او حساب اي بلد عربي اخر. وده الحقيقة كان موقف مبدئي يؤكد أن الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية هي ثوابت مبدئية ولا يمكن التفريط فيها. كلام الرئيس يمكن من أول ما تولى رئاسة الجمهورية ويتحدث في مجلس الأمن عن ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. صحيح. عشان كده لما حدث ما حدث في غزة كانت القيادة السياسية المصرية هي من أولى القيادات في العالم التي دافعت عن حق الفلسطينيين، رفضت العدوان. الرئيس بذل كل الجهد من أجل إدخال المساعدات الإنسانية وظل معبر رفح مفتوح لم يغلق دقيقة واحدة، ودخلنا أكثر من 80% من احتياجات الإنسانية ضمن منظومة ما قدمه العالم بأسره. كل ده الحقيقة بيدينا ويؤكد لنا على ثوابت الموقف المصري، ويؤكد أن خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي إنما تلقى دعما كبيرا من الشعب المصري. عشان كده جت فكرة المدينة، هذه المدينة المهمة جدا الحقيقة، واللي أبناء سيناء واتحاد القبائل رأى أنه لازم يقتطع مساحة كبيرة من منطقة العجرة ويسبيها باسم مدينة الرئيس السيسي. طبعا الرئيس بيرفض كثير من الحاجات الرسميه اللي بتعرض عليه، تعال نعمل على العاصمه الاداريه مدينه سيسي فيرفض، تعال نعمل على مين يرفض. صحيح. ولكن دي مبادره شعبيه لم يؤخذ رايه فيها، وانما هي مبادره من ابناء سيناء ردا للجميل. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان وراء الحمله العسكريه التي اجهضت الارهاب في سيناء.
وضع سينا على خريطة التنمية للمرة الأولى. وأعتقد أنه يمكن كنت مع رئيس الوزراء لما زار سينا وتحدث عن أنه صرف على سينا أكثر من 400 مليار جنيه، هي رأيناها مرأى العين في المشروعات وفي الإنجازات. ده احنا أستاذ مصطفى وحضرتك سيدي العارفين 400 مليار ده تنمية، ده غير تكلفة الحرب على الإرهاب أصلا. طبعا 90 مليار تكلفة الحرب صحيح. كل شهر كنا بندفع مليار جنيه. صحيح صحيح. أستاذ مصطفى نورتني وشرفتني كما جرت العادة جدا، أشكرك جدا أستاذ مصطفى بكري الكاتب الصحفي الكبير والمعروف وعضو مجلس النواب، ولكن في هذه الفقرة محدثنا كمتحدث عن اتحاد القبائل العربية.